إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا بقالي فترة طويلة بشتكي من نزيف الأنف بسبب وبدون سبب، يعني لما اتخبط أنزف من مناخيري، ولو الجو حر شوية أنزف برضو، وباخد علاج ياما ولكن برضو نزيف من مناخيري على طول، يعني أخف وارجع أنزف تاني. مش عارفة حل للموضوع ده. وامبارح لما نزفت من مناخيري أخويا سيد قال لي لازم ترجعي راسك لورا عشان النزيف يقف، وعملت كده ولكن النزيف برضو ما خفش. هو الكلام ده صح ولا غلط يا دكتور؟ نزيف الأنف من الحاجات اللي لما بتتفاجئ بيها مع حد قريبك أو صاحبك في الشغل ممكن تخليك تصاب بذعر جديد، لأن منظر الدم بيبقى مزعج قوي للشخص نفسه وللي حواليه. النزيف من الأنف ليه أسباب كتيرة. الإحصائيات الطبية العالمية قالت إن حوالي 60% من سكان الكرة الأرضية تعرضوا لنزيف من الأنف ولو على الأقل مرة واحدة في عمرهم، ومعظم الناس اللي بيحصل لهم نزيف من الأنف بنستطيع إننا نعالجهم في البيت بنجاح وبأمان. نزيف الأنف في السن الصغير في الأطفال أقل من 10 سنين بيكون غالباً سببه حساسية الأنف أو نزلات البرد أو جفاف الجو، وغالباً بيكون نزيف طفيف وجاي من المنطقة الأمامية للأنف. لكن في السن الأكبر من كده، يعني من سن 45 ل 65 سنة، بيبقى غالباً سبب نزيف الأنف ده مشكلة مرضية، ارتفاع في ضغط الدم، خلل في الكبد، أحد أمراض الدم. طيب إيه هي الإسعافات الأولية اللي تقدر تعملها بسرعة علشان تساعد أي حد أصيب فجأة قدامك بنزيف من الأنف؟ هنعرف بعد الفاصل. أول وأهم حاجة في الإسعافات الأولية لنزيف الأنف هي إنك تضغط على مقدمة الأنف بأصبعي الإبهام والسبابة علشان توقف النزيف ده، وده لازم يكون لمدة 5 دقايق متواصلة، وترجع تفك إيديك بالتدريج. ولو حسيت إن النزيف ده لسه شغال لازم تكمل الضغط على الأنف تاني لمدة 10 دقايق كمان. من الأخطاء الشائعة في علاج نزيف الأنف إننا نميل راس المريض ده للخلف لورا، علشان كده ممكن يبلع الدم ده. لو ميلت راسه لورا هيبلع الدم ويحصل له بعد كده قيء يرجع هذا الدم. لو النزيف استمر لأكتر من 20 دقيقة أو كانت كميته زيادة، يبقى ساعتها لازم المريض ده يروح المستشفى أو لدكتور متخصص في الأنف والأذن والحنجرة علشان يعرف مصدر الدم ده إيه ويعالجه. في الحالات دي الدكتور المتخصص في الأنف والأذن ممكن يعمل حشو للأنف أو يدي نقط معينة أو حقن تساعد جدا في توقيف هذا الدم وعلاجه. دمتم في أمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.